منذ أن نشأت الحركات المسلحة السالبة وهي تمارس انتهاكاتها ضد البشرية في جرائم القتل والنهب المسلح والخطف وتجارة البشر والسلاح والمخدرات والتجنيد القسري للأطفال، مما تسببت هذه الجرائم في استنزاف المواطن والتشكيك في قدرات الدولة. شاركت الحركات السالبة في أحداث أم درمان حيث قامت بقتل آلاف المواطنين وحاولت السيطرة على أم درمان ولكنها لم تنجح. لم تقف على اعتداءاتها الفاشلة فدخلت منطقة فنجا، ولكن قوات الدعم السريع سيطرت على هذا التمرد وانتصرت عليهم. لم تقتصر الحركات السالبة على هذه الانتهاكات فحسب، فدخلت منطقة غوزدنغو وانتهكت حقوق المواطن الدارفوري بممارستها جميع أعمالها الإجرامية، ولكن مشيئة الله أكبر بانتصار قوات الدعم السريع. تجسد بشاعة انتهاكات المجموعات الخارجة عن القانون مأساة وآلاما لحقوق الطفل عبر عمليات خطفهم من أيدي ذويهم واستغلالهم جسديا واستخدامهم في أعمال السخرة لنقل وحمل المعدات والذخائر والمواد الغذائية وخدمة القادة. ولعل أبشع أنواع الاستخدام واستخدامهم كدروع بشرية في الأعمال العسكرية. زي ما ذكرت انه كانوا بيربطوه في العربات عشان ما يقاتلوا، وكانوا بيقاتلوا يمكن في اللحظات الاولى بيخلوهم يقاتلوا من غير سلاح حتى انه الطفل يقدر يتحصل على السلاح بتاعه ويقدر يقاتل، عشان ما زي ما بقولهم بعد يبقى راجل ويقاتل وكده. وزي ما كانوا هم ذاتهم بيحكوا انه ما كان في صيغة متوفرة بين قادة الحركات المسلحة وبين هؤلاء الاطفال. هؤلاء الأطفال طبعا جوا في شكل صبغة، كلنا ملاحظين إنهم أطفال من دولة جنوب السودان لكن يتوجدوا في غرب السودان. جوا كيف؟ دي صبغة تمت بين قيادات الحركات دي مع الجبهة الثورية بأنه وفروا لنا مقاتلين، أعداد بتاعت أطفال مقاتلين أو أعداد بتاعت مقاتلين عشان إحنا نقاتل بهم ونجيبهم السودان. أنا كان في منطقة لاجين بولايدة في جنوب السودان، كان بنقرأ أثناء نهاية البيت كان عندي كمبيوتر بيشتغل فوق تأهيل نقمات أغاني. أهو جاني الناس الحركة ده جوني هناك ونفرين قال لي أطلع معنا نمشي ونيوك حسن. أهلا من جيت ثلاثة مام قالوا هم يعني جو بتهديد لافين وشم داني ما وش إرهابي كده ما بنعرفهم. هركب تمام لما قال لي اركب، اما طلعنا مسافة بتاع ساعة مام بالعربية بتاعتهم طلعنا ومشينا لقينا في عندهم جماعة كان قدام في بانتيو لايت الويدا. مشينا لقينا ناس عندنا كتار سألتهم قلت لهم انا جيت هنا لشنو؟ الآن ديرنا هنا تبقى معانا إسكر يعني، قلت له أنا ما أبقى إسكر أنا لسه طالب. قال لي لا أنت ما بتبقى إسكر معانا في الحتة، وأنا بعدين بودوك بنقروك على طريقتنا هنا عشان تيجي تنفعنا وتنفع بعدين وما قدوا. ماشي وين ماشي خش الدلن ترى إنك ما تمشي خلاص من هذا بس على شالون رو خطوني فوق في العربية وجمع الرنبي بلد بتاعي وخشوا الجبل جوه. عشان جوال جوانا خلاص قاعد هناك وتجاوز دوات ومسافة قاعد يجي ما له قاعد يوم ما مشيت عشان ما تقول أنا تاني فكر أرجع فوق في البلد ولا كده. أو خلاص بدأ قاعد كده وهو ودونا جنوب السودان في غور شمام. تشهد الصورة على معاناة الأطفال من دموع وجوع ومرض، بينما قادات الحركات السالبة ينعمون بالغذاء
والدواء والرفاهية يتمتعون بها داخل وخارج الوطن. يعني الحركات يعني احنا اصبحت بقونا وقود بتاعت حرب، ما ممكن انها نقوا وقود بتاعت حرب ناس يستفيدوا بورانا يالهم في 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 الدول برا يودي يقروا، وان احنا بكون يالنا تعبانين وان احنا تعبانين وان احنا نموت. معركة جوز دانجو وضعت حدا لهذه المأساة ببسط الأمن والسلام في دارفور وانتشال هؤلاء الأطفال من السخرة والتجنيد القسري والموت المحقق. كانوا موجودين بين أسرى تلك العملية، تم الاعتناء بهم وتأمينهم جميعا وترحيلهم من أرض المعركة. أجريت الفحوصات والتصنيفات الأولية المتبعة، وجد بينهم 21 طفلا وتم فصلهم من الأسرى، وأكدت الفحوصات الطبية ذلك. بنهاية هذه المعركة تم القبض على عدد من المتهمين يبلغ عددهم 203 متهم. لاحظت القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون المشاركة في هذه العملية أن هنالك عددا من المتهمين يبدو أنهم أصغر من السن القانونية، فعلى الفور تم عزل هذه المجموعة في احتجاز مختلف عن الراشدين، وتمت معاملتهم معاملة مختلفة، ومن ثم تم فتح بلاغ فورا بالحادث، ونحن استلمنا المتهمين 203، ومن ثم قمنا بعمل كشف طبي للتأكد من مدى بلوغهم للسن القانونية من عدم. هذا الكشف تم بواسطة لجنة برئاسة الكوميسيون الطبي، اتضح أن هنالك 21 من هؤلاء المتهمون هم لم يبلغوا السن القانونية وفقا لقانون الطفل وهو سن 18 سنة. هنا تتجلى وتتأكد لنا إرادة الدولة والقيادة العليا بقرار رئيس الجمهورية رقم 864 لسنة 2016 بالعفو عن 21 طفلا ضحايا الاستغلال والاختطاف والتجنيد القسري بواسطة المجموعات الخارجة عن القانون. حقيقة اليوم تتأكد إرادة الدولة وعبر قيادتها السياسية في استتباب الأمن واستكمال النهضة واستدامة السلام، يعني عبر هذا القرار الرئاسي بالعفو عن 21 طفل جندتهم الحركات الخارجة عن القانون. وحقيقة هذا كله يرتكز على مرجعية التشريعات والدستور والقوانين الوطنية وكل الاتفاقيات الإقليمية والدولية اللي صادق عليها السودان. قام مدعي جرائم دارفور بمباشرة عمله باتخاذ الإجراءات القانونية منذ فتح البلاغات حتى العفو الرئاسي وشطب البلاغات. حقيقة نحن بمجرد ما استلمنا هذا القرار قمنا بشطب البلاغ في مواجهتهم تماما. هم الآن لا يواجهون أي إجراءات جنائية سواء أمام النيابة العامة أو أمام مكتب المدعي العام لجرائم دارفور. هم الآن تم العفو عنهم تماما وتم تسليمهم للمجلس القومي لرعاية الطفولة حسب ما جاء في القرار 864 الذي قسم الأدوار ما بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ومفوضية نزع السلاح والدمج والتسريح وإعادة الدمج المعروفة بالDDR. جاء دور وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية بالتنسيق مع رئيس المجلس القومي لرعاية الطفولة، والتي قامت بعملها بشكل دائم ومنتظم تجاه هؤلاء الأطفال، ووفرت لهم الرعاية الصحية والنفسية المتقدمة والخدمات الغذائية، فجرى تسليمهم إلى المركز القومي للرعاية الانتقالية للتأهيل النفسي والاجتماعي بإشراف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.
ونحن في المجلس القومي بالتعاون مع وحدة حماية الأسرة والطفل ووزارة الرعاية الاجتماعية نقوم بتأهيل دعم نفسي واجتماعي لهذه الشريحة الهامة، وكنا متابعين عن كثب عن هؤلاء الأطفال منذ من شركاء في جهاز الأمن والمخابرات، وتم تسليم هؤلاء الأطفال إلى المجلس القومي رعاية الطفولة، وبدينا في برنامج دعم نفسي واجتماعي لهؤلاء الأطفال، ونحن الآن في المراحل الختامية مرحلة قبل الختامية من هذا الملف، وتعرفنا على كثير من أسر هؤلاء الأطفال. في نفسي أكيد يعني كنت بركز على حاجات معينة، اللي هي إنه أعرف المعارك بتاعتهم كيف، أركز على سلوكهم على اتجاهاتهم على المهارات اللي عندهم، وأقيم الوضع النفسي اللي هم جوني فيهم. بعد ذلك أبدأ أشتغل في إنه كيف أغير الاتجاهات بتاعتهم، أغير السلوك بتاعهم من أوضاع نفسية صعبة كانوا عايشينها في الفترة بتاعت المعركة والفترة اللي هم كانوا فيها يعني في التجنيد. ففعلا بحمد الله يعني لو لاحظنا على الأنشطة اللي تعرضت، يعني كانت أنشطة منهم هم كان في وشهم في يعني في الراحة، القلق اللي كان عايشينه خفة، التوتر خفة، في تجاوب كبير، في ثقة بقت كبيرة بين الأطفال وبين نحن كباحثين نحن شغالين معاهم. فده بحمد الله يعني دل بدل إنه الوضع النفسي بتاعهم الحمد لله استقر. الجوانب الأكاديمية طبعا احتمال تكون الأخت اللي قبل ذكرت لكم البرامج المتبعة شنو في البرنامج، فهم من الصباح يعني عندهم جدول منظم انه من مثلا من الساعة 5:30 الاستيغاز للصلاة الصبح، بعد الصلاة بيكون في واحدين عندهم برنامج بتاع التلاوة، ومقسمين البرنامج بتاع النظافة بعد الساعة 6 النظافة على كل غرفة فيها 2 أو 3 مزولين من النظافة، فبيكون شنو بتكون كل يوم على زول النظافة. بعد الساعة 8 كده بيبدأ البرنامج بتاعهم، فالبرنامج بتاعهم دائما بيكون يعني هي أنشطة ترفيهية، وبيكون الغرض منها زيادة تركيز زيادة انتباه بالنسبة للأطفال، وفي نفس اللحظة يعني زي دعم نفسي وحاجات زي دي يعني ترفع من روحهم المعنوية، بتشعرهم بالمشاركة. يعني أغلب البرامج أو الألعاب بتكون شنو فيها شيء مشاركة بين الـ بين الـ بين الـ بين الأطفال. جاءت المرحلة الختامية بدمج الأطفال على المحور المجتمعي الشامل، وهو دور مفوضية الـ DDR
مفوضية النزع والتسريح وإعادة الدمج، فعملت على تدريب القادة والباحثين وتنوير المجتمعات وعملية تسجيل الأطفال في منطقتي كاس وصولبا في دارفور. أسهمت في هذا العمل الإنساني كل من اليونيسيف بالعون المادي والفني ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بتوفير الباحثين الاجتماعيين ووزارة الصحة بالفريق الطبي. المجهودات الحكومية المستمرة تؤكد لنا أن البلاد تخطو خطوة نحو الاستقرار والثبات واستدامة السلام، ولكن ما زال الدعم والإيواء مستمر تجاه الحركات السالبة من قبل الدول والمنظمات بصورة متواصلة. لذا نناشد المنظمات الحقوقية لوضع حد تجاه ممارسات الحركات السالبة.